بسرعة احنا نتأقلم حتى لو عن بعد، حتى لو عن بعد ما تفرق وعدي، دام اخدم بلادي ارضى بائي واهلي واجدادي حتى لو عن بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي المعلمين والمعلمات الصغار. الصوت واضح يا أعزائي الطلاب؟ واضح الحمد لله. طبعا الصغار جسدا فقط لا غير، الكبار عقلا وإرادة وطموح، لأنكم كذلك يا أعزائي الطلاب، فأنتم دفعة الطموح وبلا حدود. لا تكن ضعيفا، اسمعها هنا اسمعها هنا، لا تكن ضعيفا، أي كلام يحبطك خاصة في الصف الثاني عشر، أي كلام يحبطك وأي ضربة توجعك وأي ابتلاء يضعفك وأي فشل يعقدك، كن قويا فلا مكان للضعفاء هنا في الصف الثاني عشر، خاصة ليس أي ضعف، وإنما الضعف النفسي، أنا ما قادر، أنا ما قادرة، أنا ما أعرف، أنا ما أعرف كيف يسوي كذا، أنا رهبان، رهبان، خلي هاي، خليها، الله يخليك، أنت قادر، أنت تستطيع، وتشوف لو تلاحظ أنا لم أخفي عنك أساسية، واليوم راح ناخذ أهم الأساسيات اللي كثير من الطلاب راح يتعقدوا أو بتعقدين فيها فعلاً، يعني اسأل أي طالب، اسأل أي طالب، وش أصعب؟ أعطيني بس كلمة في الثاني عشر يعني صعبة بالنسبة لك تعقدك، بيقول لك هو درس اليوم، أنا ما راح أقول لك إياها، راح يقول لك جزء منه اللي هو في درس اليوم، موضوع اليوم، لكن أنت راح تحكم. راح ناخذ اليوم فكرتين بس، فكرتين فقط لا غير. ليش اليوم ما ناخذ أكثر من فكرتين؟ لأنه والله هذه الموضوعين لذيذين جدا جدا جدا، لو خضيناهم مع أفكار أخرى راح يأكلوا الجو عليهم، يعني ما راح تستمتع ببقية الأفكار، راح تنغمس فقط لا غير في هاتين الفكرتين، لأنهم حلوين على الآخر، لأنهم جميلين على الآخر فعلا. إلا هو ويش؟ إلا هم الكريتست انتجر الفانكشن والأبسوليوت فانكشن، اللي هي دالة المطلق ودالة الصحيح، دالة المطلق ودالة الصحيح. والله نوف أنا شوف، أنا ما بقول لك صعب، ما بقول لك سهل، أنا بخلص عندك دالة الصحيح ودالة المطلق بكل ما تحتاجه في الصف الثاني عشر. وقلنا وش قلنا؟ الأساس في الثاني عشر أساسيات، الثاني عشر مجرد أساسيات، واضح؟ مجرد أساسيات. فأنت لما تيجي تاخذه الآن، إيه نعم، لما تيجي تاخذه الآن هو نفس الزهرة، بس بناخذه بطريقة أجمل إن شاء الله. لما تيجي تاخذه الآن، أنت راح بس مجرد تطبقه في الصف الثاني عشر، عملية تطبيق بس، فالمهم هو الآن. طيب خلينا نشوف بالنسبة لكم حصة. الأصل اليوم آخر حصة، لكن نحن راح نتفق لاحقا إن شاء الله على حصة إضافية هي هدية مني لكم، وراح أشوف الموضوع المناسب، لربما راح ناخذ اللي هو الرينج، المجال، راح أشوف المجال، المجال موضوع جميل، وأنا طوفت ما أخطه ذيك المرة، فمن الجيد نحن ناخذه مع بعض إن شاء الله. بالنسبة للكتابة خلاص نحن تكلمنا الآن في الشات، في الواتساب على هذا الموضوع. نعم، المجال والأسس، المجال والأسس راح نحاور الآن، راح ناخذ المطلق والصحيح فقط لا غير، بعدين بنتفق إن شاء الله وش المواضيع المتبقية اللي راح ناخذهم إن شاء الله. هنا قلنا لا، المرافق التكعيب ما راح ناخذه، ما راح ناخذ المرافق التكعيب. خلينا نشوف هنا دالة المطلق، دالة المطلق، خليك مركز معي، دالة المطلق، ما هي الخطوات لحل دالة المطلق؟ أول خطوة نبحث عن أصفار المطلق، وطبعا هذا الكلام أنتوا شفتوه في الصف الحادي عشر في وحدة الفانكشن، نبحث عن أصفار المطلق،
بعدين نرسم خط الأعداد ونضع بداخله أصفار المطلق. نختار عددا يمين صفر المطلق ونقوم بتعويضه داخل مطلق لدراسة إشارة ما بداخل المطلق، وهكذا أيضا بالنسبة إلى اليسار. شوية بعض الطلاب على فكرة مستغربين من هذه الخطوات. أنا أستاذ يعني ما مرت علي سنة، يمكن شهر بس من أخذت هذا الموضوع أو شهرين، ما أخذته كذا. لا، نحن بناخذه كذا، بناخذه كذا لأن هذا أجمل وأسهل وألذ طريقة، اللي هي هاي الطريقة. أولا خلينا يعني أخبرك وش هي المطلق أصلا. ما هو المطلق؟ المطلق يا عزيزي هو عبارة عن تلك الخلاطة. أنا كذا أخبر طلاب هاي خلاطة، خلاط، خلاطة فواكه. خلاطة الفواكه هذه لو خليت فيها العدد سالب 2، طبعا خلطت الأعداد، لو خليت داخلها سالب 2 بيطلع من خارج هذا الخلاط بيطلع موجب 2. طيب لو خليت في خلاطة الأعداد خليت فيها سالب 5 راح يطلع ويش؟ موجب 5. بسيطة جدا، خلاطة. زين طيب لو خليت مثلا موجب 8 وش بيطلع لي؟ سالب 8. ها 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 8 8 8. خلاطة الفواكه يعني خلاطة الفواكه لو خلينا فيها عصير يخرج، او خلينا فيها مثلا موز تخرج عصير موز، تفاحة تخرج عصير تفاح. طيب لو خلينا عصير تفاح تخرج تفاحة؟ لا، تخرج عصير موز او عصير تفاح نفسه، واضح؟ فالعصير يخرج عصير، اما التفاح يخرج عصير. يعني المخرجات الانبوت بالنسبة لها هي قيم موجبة، قيم موجبة دائما. ولو خلينا فيها ماء، لو خلينا فيها ماء يخرج ماء صفر، واضح؟ هي هذا مفهوم ببساطة، يعني هذا هو المطلق ببساطة، هو هذا المطلق ببساطة. أيوة. وطبعا نحن عندنا دالة المطلق مقصود بدالة، يعني دالة، هذه دالة، دال سين تساوي دالة، ومطلق يعني فيها مطلق فنسميها دالة مطلق، هذه هي دالة مطلق. واضح شباب المصطلح؟ يعني أنا أتكلم عن المصطلح، أتكلم عن المصطلح. وإذا عصير مشكل عاد هني، عاد هني مشكلة. زين يلا يلا خلينا نشوف كيفية إعادة تعريف دالة المطلق. هي خطوات، خطوات جدا ممتعة. شوف أول شغلة لازم تجيب حاجة اسمها صفر المطلق. على فكرة سالفة الصفر هذا ما راح تنساها، لأنه راح ترد عندك أكثر من مرة. في عندك صفر المطلق، صفر صحيح، صفر الجذر، صفر المقام، صفر 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 صفر. بتفهم وش معنات الصفر؟ وش معنات الصفر؟ صفر هو القيمة التي تجعل المقدار يساوي صفر. أنت تريد الآن، أيوة أنت تريد الآن ويش؟ تريد الآن صفر المطلق. معناته الخطوة الأولى نحتاج إلى، أنا بسجل لك إياها كخطوات حبيبي هنا، صفر المطلق، عشان تعرف إنه وش الأشياء اللي نجيبها الحين جالسين. صفر المطلق، صفر المطلق المقصود فيها شو؟ المقصود فيها إنه 2 سي ناقص الواحد تخليها صفر وتحلها، طلع لك معادلة وتحلها. طبعا طريقة حل المعادلة واضح تماما، شفناها لأكثر من مرة. ننقل السالب واحد للجهة الأخرى راح يكون عندي، أيوة أحسنتم بارك الله فيكم سبقتوني، 2 سين تساوي موجب، ها موجب واحد. ثم بعد ذلك أكيد الجميع عارف، طالب بحتة، أنت طالب بحتة، وهذه الأشياء بالنسبة لك تحصيل حاصل، نص قسمت الطرفين هنا تقسيم 2 بس. طيب مو تسوي بعد ذلك يا شباب، أتوقع هذه العملية بالنسبة لأي طالب، لأي طالب سهلة جدا. الخطوة التالية، شوف هنا، شوف هنا الخطوة التالية، الخطوة التالية تضع خطا أو ترسم خط الأعداد. طبعا واضح تماما معروف أني موجب لا نهاية وأني سالب لا نهاية، ولست مطالب بكتابته، ولكن فقط من باب التمييز تكتب الأصفار اللي ظهرت لك وبس. بس وش الأصفار اللي ظهرت لك؟ نص، تحط نص. ظهرت صفرين حط صفرين، ثلاث أصفار حط ثلاث أصفار، وهكذا. بعدين الخطوة الثالثة، واضح إلى الآن الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية واضح؟ لا لا، غير غير هذا، غير هذا اللي تتكلم عن الصحيح، ما هو هذا المسمى. طيب جميل جميل، يا سلام، جميل جميل. لاحظ هنا، لاحظ
الآن تحدد القيم يمين النص والقيم يسار النص ببساطة. عندك مجموعة من الطرق، ببدأها بالصعبة. شوف الصعبة، أصعب طريقة. شوف إن شاء الله الزهرة ما تكون معنا صفرين، مثال آخر. ببدأ بأصعب طريقة. شوف أصعب طريقة، أصعب طريقة إنك أنت تجيب رقم يمين النص، مثلا 100، مليون، 30,000، أي رقم، أي رقم على كيفك، وتشوف إشارة ما بداخل المطلق، تشوفه موجب ولا سالب بعد التعويض. مثلا يلا نختار رقم، مثلا بختار العدد 100. 2 ضرب 100 ناقص الواحد، ما يهمنا الرقم، ما يهمنا الرقم، السؤال يطلع موجب ولا سالب ما بداخل المطلق اللي بداخل؟ رقم موجب ولا سالب؟ رقم موجب. بما انه موجب تحطه نفس اللي عندك. طيب خلينا نشوف يسار النص. يسار النص، يسار النص مثل من؟ سالب مليون. اتكلم عن ما بداخل مطلق، ما بداخل مطلق. لو عوضنا بسالب مليون، سالب مليون ضرب 2 موجب ولا سالب؟ هو ده السؤال. يا سلام سالب، اذا راح احط سالب وخلصنا اعاده تعريف داله المطلق. هذه اصعب طريقه، باصعب طريقه. بعد استاذ اسهل من كذا شيء؟ ايوه اسهل من كذا شيء. هيش اسهل منها بعدك؟ لا لا الغالية، هذه أصعب طريقة، في أسهل. كيف أسهل؟ ممكن تعطوني فرصة؟ أعطوني فرصة على أسهل. نعيدها نعيدها نعيدها، تهاني نعيدها نعيدها لتهاني، لحظة نشوف إن شاء الله نعيد الطريقة الأولى. شوف أول حاجة جبت 2 سي ناقص الواحد سويتها بالصفر وأسميتها، زين، واسميتها ماذا؟ واسميتها صفر المطلق. حلو، الطريقه واضحه تماما. 2 سي ناقص الواحد يساوي صفر، نقلت السالب واحد باشاره مختلفه، قسمت الطرفين تقسيم 2 للتخلص من معامل السين، قسمت طلع السين يساوي نص. مو سويت البوذيره ما دخلته في جيبي، قال لك لا خليه على خط الاعداد في المنتصف في النص في السنتر، هذا النص. اذا ظهر لك 5 حط 5، 7 7، 100 100، مليون حطه هني في النص. بعدين تجيب عدد على يمين ذلك النص، عاد تشوف اي عدد، يعني ما انه اي عدد، اي عدد على كيفك. هي تعرف وش هذا القصه؟ القصه اصلا هذا عباره عن حجر، النص هذه حجر صحي. اذا يمين النص مصابين، اذا شفت واحد مصاب يمين النص فالعائله كلها مصابه، خلاص لا تفكر. خذ لك تست لرقم بس، لعنصر بس، إذا مصاب، إذا موجب الكل موجب، إذا سالب الكل سالب، خلاص لا تفكر. يعني ما يصير واحد مصاب والثاني ما مصاب، لا مستحيل. واضح؟ الحين أنا بجرب بعائلة، بعنصر من هذه العائلة. جربنا مثلا في 5، 5 يلا يمين النص 5، هني موجود هني في هذه العائلة 5، بنشوف مصاب ولا لا. 2 ضرب 5 ناقص الواحد يطلع لي موجب، يطلع لي موجب، ما يهم الرقم، موجب. إذا مصاب الجميع موجب، الجميع موجب. طيب يسار النص مثل من؟ مثل سالب 100، سالب 100، اي عدد، اي عدد. اذا بس ما مصاب سالب 100 يعني الجميع اوكي امورهم طيبه، او الصفر مثلا، الصفر، الصفر ايضا يسار، ماشي مخالط، ماشي خلاص، هي كذي نظامها، ما كورونا خير الحمريه. ايوه فيسار السالب نص، يسار النص مثل الصفر مثل اي عدد راح نجده سالب، اذا الجميع سالب خلاص. واضحه دي؟ هذه الاصعب، هذه الاصعب، بدينا بالاصعب. نحن في اسهل؟ ايوه في اسهل. ايش الاسهل يا استاذ؟ اعطينا اياه. نبقى الاسهل تمام. هذه مريم ركزي 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 ركزي. ايوه احسنتي الزهراء، احسنتي بطل. قال لك ويش؟ لاحظ دائما يمين الصفر، يمين الصفر معامله موجب، معامل السين فيه موجب، هذا الصفر اللي هو النص الآن معامله موجب، ويساره معامله ايش؟ سالب.
لا تقول لي عوض، لا تقول لي اعمل تيست، لا تقول لي سوي لي فحص وحط اللي هو هذاك البيب في ماشي، ما يحتاج. دائما يمينه موجب ويساره سالب وانتهت القصة والسلام ختام. طيب خلينا نشوف. ايوه طبعا. بيجيك طالب يقول لك والله استاذ يا اخي انا استند انك انت توزع السالب للداخل. اكيد طبعا راح نوزع السالب للداخل. ونحن شفنا هذه القاعده، اكيد شفنا هذه القاعده 2 س ناقص الواحد بالسالب، هذا شفناها يعني اخر لقاء تقريبا. قلنا ويش نوزع السالب؟ راح يكون 1 ناقص 2 2 س، وهذا اللي راح نشتغل عليه، وهذا اللي راح نشتغل عليه ان شاء الله في بقيه الامثله. ناخذ لنا مثال قبل التدريب، راح ناخذ لنا مثال اخر. خلينا نقول هنا اعد، اعد تعريف دالة المطلق اللي هي دال س تساوي مطلق وليكن 1 أو 4 ناقص الاثنين س. هل مطالبين نحن برسم هذه الدالة؟ لا، ما مطالبين برسم هذه الدالة. ركز معي. أول حاجة تجيب شغلة اسمها ويش؟ صفر المطلق. حبة حبة مع بعض، مرة ثانية مرة ثانية، ها؟ اللي ما فهم قبل أعيده، نفس الكلام. نفس الكلام، شوف لاحظ. أول حاجة تجيب حاجة اسمها صفر المطلق. إن شاء الله الزهرة، أكيد حبة حبة، ما بنستعجل، إن شاء الله بناخذ مثال موجود. صفر المطلق، صفر المطلق هذا يعني الاثنين، أحسنتم، الأربعة ناقص الاثنين سين اللي هو ما بداخل المطلق تساوي بالصفر، تنقل العدد اللي تريده، أكيد راح ننقل السالب اثنين سين لأنه اتفقنا أنه إشارته سالبة، إذا هذا يؤدي أنه الاثنين سين تساوي الاثنين، الأربعة عفوا، ومنه نجد أنه السين تساوي الاثنين، نظير قسمة الطرفين تقسيم كم؟ تقسيم 2، والجميع واضح عنده هذه الطريقة. طيب إذا السين تساوي 2، شو نسوي بهذه؟ قلنا وين؟ نضعها على خط الأعداد، خوارزمية، نضعها على خط الأعداد أي طريقة تشاء، بعد ذلك أنت حر، موجب لا نهاية ونسالب لا نهاية. هنا كم؟ هنا الاثنين، يمينه دائما معامل السين موجب، سالب لا 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 سالب لا خليه موجب. صعبة هذه؟ صعبة يا أبطال؟ شباب ما صعبة؟ ما صعبة. على اليسار دائما يكون موجب، وعلى اليسار خليه سالب. هو ترى معامل السين، شباب ركز، معامل السين سالب، معامل السين موجب، ركزتوا معي؟ نتكلم عن معامل السين، نحن معامل السين لابد ان يكون موجب، معامل السين لابد ان يكون سالب، وبالتالي معناته ان الطرف الاخر راح ياخذ اشاره اخرى. شوف لاحظنا شو سوينا هني، معامل السين موجب، موجب فخلينا نزل نفسه، معامل السين سالب، اذا ضربنا بسالب. ما لازم تعوض، ما لازم، ما يحتاج. لا لازم سلمى، لازم تغير معامل السين، لازم. يعني شوف مثلا هنا، ها ها شوف، حبه 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 حبه، شوف الان قلنا هني معامل السين سالب صح، وهني سالب نفسه، ركزوا في هذه، هذا سالب وهذا سالب نفسه، ما في تكمله، خلاص المؤيد بس هو هذا بس، انت ما مطالب اكثر من كذا، بخبرك وش مطالب انت بالثاني عشر بعدين. زين هذا يساره، يمينه تبقى سالب، ان شاء الله هي والله سالب، ها سالب. قبل شويه شفناه قضيه السالب، قضيه السالب تدخلها السالب وتغير اشارات صح؟ قضيه السالب شفناها قبل شويه وقلنا ندخلها ونغير اشارات وتكلمنا عن هذه القضيه وخلاص. طيب الان ناخذ لنا مثال اخر، بعدين ناخذ لنا تدريب، بس المثال هذه المره لا لا ما نطلع، انا بخبرك ايش المطلوب عليك في الصف الثاني عشر. ايش بيقول لك؟ جد النهايه، هو مره ثانيه النهايه السالب ما غير نهايته، لان اول درس لا شوي، هذا في هذا تجي في النهايات وتجي في الاشتقاق وتجي في التكامل، تجي في ثلاث اشياء زين، لكن اول دروس ترى النهايات، فنحن مره واحده ناخذ النهايه.
نهاية الدالة عندما سين تؤول إلى مثلا ثلاثة لمطلق سين لمطلق أربعة ناقص الاثنين سين. زين، فأنت أول ما تفكر في بنقول خطوات الحل لابد بداية أن تقوم بإعادة تعريف دالة المطلق، وتعريف دالة المطلق محتاج إلى صفر، ثم تقوم بإعادة تعريف مطلق على خط الأعداد، ثم وترسم للأشياء كلها. من خلصت أنت مو تريد عند الثلاثة، هني ثلاثة والثلاثة بتاخذها من هذا، وهذا الكلام راح نشوفه لاحقا. فبالتالي أنت يعني خلاص تقريبا يعني كذا الحل بيكون بعدين. أنت لا تهتم في الحل، تسألني ليش هذا الحل كذا؟ أيوه هاي بعدين. واضح؟ بس هو هذا الثاني عشر، تمام؟ هذا الثاني عشر بس هني، وبعدين بتعوض ثلاثة ستة ستة اثنين بس. هاي المطلوب، هاي الثاني عشر. بس نحن المهم بالنسبة لنا، لأن ما دخلنا في الثاني عشر، المهم بالنسبة لنا إعادة التعريف. يلا خلينا نشوف هنا. أهوا أنا كتبت مرة ثانية. طيب هني يلا خلينا نشوف إبداعكم في السؤال. ابدأ هني، ابدأ هنا، اكتبوا لي هذا مطلق ثلاثة ناقص سين. إن شاء الله الزهراء والله قرأت طلبك. أقول لك إن شاء الله. شوف يا هوا، ما مستعجلين. هوا شوف، موجود حلين لها صفرين معي، بس خلينا قبل نأكد على هذه، خلونا على هذه. ها حلوا هذه، بفتح لكم أنا المسمع. نور مالنها، أعدك إنك أنت راح تفهميها، يعني اللي فيها النهاية هذه سهلة جدا، ما الصعوبة فيها، بس تعويض ترى دي هني الصعوبة، إعادة التعريف. فهمتي؟ فخلينا على الصعب، خليها سهلة بسيطة تافهة ذيك. زين، خلينا نشوف هنا هذا المسمى السبورة. أريد شباب الله يخليكم، أريد الجميع يحلها بالصح، يحلها بالشكل الصحيح، الله يخليكم جميعا، خاصة موضوع المطلق والصحيح، ما أريد أي خطأ أبدا فيه إطلاقا. تجي يعني خلاص تطلع من هنا من الأساسيات موضوع المطلق والصحيح، ما تحصيل حاصل بالنسبة لك لما يجيك أي مثال، ما تجلس تفكر فيه، هو هاي طريقة التعريف وخلاص. الجميع يعيد تعريفه، راح نصحح يعني ثلاثة إلى أربع طلاب حتى. أحسنتي مريم، مريم خلصت، انتهت مريم. هنا نشوف آية، آية العلوي، آية العلوي، كأنك أنت ما سويت سالب، أني نسيت السالب، لكن حل ممتاز. لا 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 ممتاز ممتاز، لا لا ممتاز، أنت قلبتي ممتاز، رائع راقي راقي، عفوا ممتاز ممتاز. السؤال يا أميمة مطلق ثلاثة ناقص سين، ممتاز، لكن يبقى أنه الخط، يعني يبقى الخط. شوف شوف هني الخط، هني الإبداع، هنا الخط الجميل، الخط الرائع، بغض النظر عن الحل، خط ولا في الأحلام. شكرا لك يا ولدي يا ناصر، مبدع مبدع. نحن اليوم نريد نمتع أعيننا بالخطوط، يعني زين لا بأس، لكن الحل ممتاز. لا 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 الغالي، انتبهي انتبهي، هنا سالب صح؟ سالب سالب، والخط لا بأس فيه، لا بأس لا بأس في الخط. شوف هنا بلقيس، الحل ممتاز جدا، وبلقيس أتمنى إنه السالب تدخليها. ها إن شاء الله يا مريم السالب تدخليها عشان يكون أمورك ضابطة إن شاء الله. يا الغالية راح نتكلم، رانيا رانيا ممتاز ممتاز يا رانيا، الخط يبقى مشكلة الخط معنا، لكن نحن نريد نحن نشوف الإبداع في الخطوط، يعني نحن نريد نتعلم اليوم الخطوط. شوف شوف هنا، شوف عبد السلام ممتاز يا عبد السلام، صاد ناقص الثلاثة وثلاثة ناقص الصاد، هنا الخطوط الجميلة، الإبداع في الخطوط. عبد الله شوف 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 يا السلام، مبدع مبدع يا عبد الله، بارك الله فيك. غزل أحسنتي يا غزل، أحسنتي بارك الله فيك. أتوقع واضح، ها أتوقع واضح، واضح تماما إنه الشباب فعلا متغلبين بجدارة على موضوع الخطوط. أنا صراحة أعرف الشباب حالة نادرة،
شوف حتى لما يكتبوا بالبورد، شوف هنا عبد الرحمن المعمري عاد هنا عاد ما اعرف عاد بيطلع بنت ونتورط. المعمري طالب ممتاز، هذا ولد، هذا 100% ولد لانه خطه حلو. بارك الله فيكم يا شباب. زين طبعا واضح تماما. اولا نجيب صفر المطلق. صفر المطلق عندي 3 ناقص السين يساوي صفر، يساوي الصفر، ومنه السين تساوي 3. والله يا الا نمدح الشباب عشان بس اشتغلوا خطوطهم من اول زباله، خلي شويه هاي السنه نمدحهم يمكن شويه يرقعوا. بس هو هنا طبعا نضع الخط، هنا موجب لا نهايه وهنا سالب لا نهايه. هنا طبعا عن اليمين مثل ما اتفقنا، ركزوا عن اليمين. طبعا عن اليسار هنا طبعا عندي 3، هني 3، وعن اليسار يكون 3 ناقص السين لانه سالب. اما عن اليمين راح اخليه موجب، لكن ما تخلي موجب كذا تسوي لي اياه، الله يخليك تعكس اشاره، انت تعكس اشاره. زين كذا تعكس الاشاره، خلاص انتهينا من اعاده تعريف داله مطلق لما يكون عندي داله خطي. طيب لما يكون داله بالشكل هذا التربيع، لما يكون بهذا الشكل تربيع، ركز ركز معي. اول شغله ويش؟ ما يتغير شيء على فكره، ما يتغير شيء. لا لا خليها يا طيب، خليها. اول شغله نجيب اصفار المطلق، اصفار المطلق. طبعا عندك على كيفك، انت عندك سين تربيع ناقص الاربعه، ها سين تربيع ناقص الاربعه يساوي صفر، واضح تماما انه عندك السين تساوي اما موجب او سالب 2. الجميع عارف؟ لا الجميع عارف، جميع عارف موجب وسالب 2. جميع 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 جميع. لا لا ينفع عادي يا طيف، ينفع اذا اردت، لكن انا ناخذ اسهل طريقه يعني، بس اسهل طريقه مرينا هنا. ايوه فرق مربعين وكذا واضح. طيب اذا نضع خط الاعداد. الان الحادث هنا واللي صاير هنا راح يكون عندي صفرين، راح يكون عندي صفرين اللي هم من؟ اللي هم عندي الموجب 2 والسالب 2. تمام كذا؟ ايوه الارجوان كذا تمام. احسنت يا آية، احسنت احسنت احسنت، حلو 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 صح. لا استاذ قبل اصلا تبدا بالعدد الصغير بعدين تبدا بالعدد الكبير، انتبه على هذه النقطه استاذ ان شاء الله بننتبه، انتبه عليها. ايوه قبل الصغير يديك اليسار بعدين العدد الكبير. بعدين شو تسوي؟ بنرجع للاصل، بنرجع للاصل. ها وش الاصل؟ تعويض. كان اول رقم واحد، اذا رقم واحد عن اليمين موجب وعن اليسار هم اصحاب الشمال. سالب معي؟ هنا لا، هنا ثلاث تقسيمات، ثلاث مناطق، ثلاث مناطق، واحد اثنين ثلاثة، ثلاث. فبالتالي تقسيمات الأمر مختلف شوية عن السابق. طيب لم يكن ثلاث تقسيمات، نرجع للسابق مثل ما كنا نسوي سابقا، مثل ما كنا نسوي سابقا. نقول نعوض بداية بعدد بين السالب 2 والاثنين اللي هو الصفر مثلا، صح؟ الصفر بين سالب 2 واثنين أي عدد مثلا صفر، نعوض سين تربيع ناقص الأربعة موجب ولا سالب؟ سين تربيع ناقص الأربعة ما بداخل مطلقة، ما لنا علاقة بالمطلق، ما بداخل مطلق، موجب ولا سالب؟ لما نعوض بالصفر سالب، سالب، سالب حط عليه سالب. طيب جيبي عددين الاثنين، يمين الاثنين مثل 100 مليون 1000 2000 موجب ولا سالب؟ موجب. جيب عدد بعد ذلك يسار سالب 2 موجب ولا سالب؟ بنسال الحساب، بنسال الحساب وبنشوفها. مثلا بنقول موجب، ما اظن موجب، اظن سالب. بنجرب بنشوفكم. انا اقول سالب، يلا سالب مثلا 100، سالب 100 تربيع ناقص الاربعه،
ها كيف تقولوا سالب موجب؟ سالب ها عوض بسالب 100، سالب 100 تربيع ناقص الأربعة سالب. أيوة القوسين أستاذ انتبه، هنا قوسين قوسين. ليش؟ لأنه التربيع ما حال المية، التربيع حال سالب 100، التربيع حال من؟ حال سالب 100. فانتبه يا ناصر واحذر كذا، لما تسوي سالب 100 تربيع بدون في حال 100 بس، إذا نجب نعيد مرة ثانية نفس الفكرة. لما يكون عندنا صفر واحد، على فكرة أول شغلة جبنا أصفار، جبنا أصفار مريم غيري مكانك يا مريم، الشباب الصوت يتقطع والله شيء. لا ما يتقطع، لا شوية ما يتقطع بعض كله، يلا ما عليه. زين اذا س تربيع ناقص الاربعه يساوي صفر، اذا س يساوي موجب وسالب 2. هذا من خلال حل هذه المعادله من الدرجه الثانيه. ثم بعد ذلك اضع خط الاعداد واضعا الاصفار اللي حصلت عليها على خط الاعداد، وضعتها. الآن أقوم بالاختبار السابق نفسه، لكن أنا عندي الآن في هذه المرة ثلاث مناطق، ثلاث مناطق، منطقة منطقتين ثلاث، ثلاث مناطق. لأجل ذلك راح يكون عندي ثلاث اختبارات. أولا أختبر مثلا الصفر، هني صفر أو واحد أو سالب واحد كله صح، لكن الصفر أتوقع هو الأنسب دائما بهذه الصورة. نقدر نستخدم الطريقة مال إشارة معامل السين، أيوه ايوه يمكن نقدر بنعملها اللي هي ملاحظه وكل واحد يسجلها بنفسه. لاحظ هنا الصفر، لما نجي نعوض بالصفر، صفر ناقص الاربعه يطلع لي عدد سالب في الداخل، لاجل ذلك نحط سالب. بعدين نعوض بعدد يمين هنا يطلع لي موجب، اذا نحط موجب. نعوض بعدد يسار سالب ثاني يطلع لي سالب، لاجل ذلك موجب عفوا، لاجل ذلك راح نحطه بالموجب. راح تجد ويش؟ راح تجد انه دائما 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 يمين وموجب. يسار هذا موجب، اللي في النص دائما 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 معامل س تربيع سالب. واضح؟ هذا اذا شئت انك تخليها قاعده. لا لا البعض بيقول استاذ لو كان اربع مناطق، لا ترى ما جايين في الاختبارات نحن جالسين بس نحن نجزئهن، لا لا حدد تجزئه س تربيع اذا شيء، بس اذا شيء س تربيع، يعني معناته اللي في النص سالب والباقي موجب. ايوه هنا موجب، هنا موجب، وفي النص سالب دائما كذا. طيب ناخذنا تدريب نكتبها كقاعدة، محتاج اني ارفقها كقاعدة لاحقا، راح ارفقها لكم ان شاء الله كقاعدة بإذن الله، راح تجدوها في الدرايف كقاعدة. تمام خلينا نقول مثلا اعدت على دالة المطلق، دال س تساوي هذه نقول مثلا 9 ناقص السين تربيع. اريد حلول طيران. ابتسام متألقة يا ابتسام، مبدع، حل سريع ونموذجي ومثالي، بارك الله فيك، الله يحفظك يا رب. نشوف هنا أماني، أماني أكمل الحل. رزان يا سلام، يعني حقيقة غصبا علينا نحن نمدح لأن حلول مرتبة جدا، حلول منظمة لا لا هنا ابتسام راحت. أيوة أيوة صح ممتاز، هنا ممتاز، هنا
لا ابتسام من هذه اللحظة. مريم، مريم، مريم بنتي انتبهي، هنا لابد أن يكون اللي في النص موجب سالب، سالب لابد أن يكون اللي في النص سالب معي، فأنت ضربتي في سالب، المفروض ما تضربي في سالب، خلاص أنت هاي ضربتي في سالب وهاي ضربتي في سالب، قلبتيهم يعني، وهاي بعد ضربتي في سالب، كلهم ما ينفع. زين مريم الشيادي، مريم الشيادي مبدعة متألقة، متألقة الشيادية مبدعة. نعم شيادية، العكس تكنشنا، قلنا هنا يا شباب، قلنا هنا على الأطراف موجب، السين تربيع والسين تربيع موجب. زين يا مريم يعني انت ابدعتي هنا، لكن هنا انتبهي عليها، هذه انتبهي عليها، انتبهي عليها يا مريم. السوالب على في النص، السوالب في النص، انت عكستي. مريم الاخرى هذه يا سلام يا سلام، هذا صح، ابداع تحفه فنيه. مريم شيادية، غيري هذا الحل، هنشوف هذا ما كمل. أماني مبدعة، مبدعة أنت يا أماني، أحسنتي أماني، أماني الريم، الريم 9 ناقص السين، يا سلام يا سلام، أتوقع أن الآن بدأ يتضح الكلام. لا ما وصل، ما أعرف ليش، يمكن يمكن زعلان منكم من الحلول أو البرنامج هذا، زعل أحمد الكعبي، أحمد بطل يا أحمد، أيوه صح ممتاز. على كل حال على أساس الوقت قلنا هنا عندي الأصفار 9 ناقص السين تربيع يساوي 0، ومنه الأصفار عندي 0، ألا وهما السين يساوي 3 والسين تساوي سالب 3. الصفرين هذين نفسهم تماما اللي نضعهم على خط الاعداد، عندي هنا موجب لا نهايه وهنا سالب لا نهايه، وعندي هنا الصفر الاول والصفر الثاني، لا ننسى ان احنا نبدا من العدد الصغير، سالب 3 وموجب 3 مؤيد. ثم بعد ذلك لابد ان نعلم، ها اللي في النص دائما دائما وابدا دائما كذا، اللي في النص السالب، واذا ما استطعت انك انت هذا الحفظ، لكن اذا ما تريد تحفظ عندك ويش القاعده اللي هي او الطريقه اللي هي التعويض، تتاكد يعني. بينما هنا موجب وهنا موجب، محمي، محميه هذيل الدوال بماذا او هذا التعريف بالاشياء الموجبه كذا في النص بينهم يعني كذا، تمام يا عمر؟ اذا 9 ناقص س تربيع يساوي 0، اذا 9 عفوا 9 ناقص س تربيع يساوي 0، ومنه السين تساوي 3 وماذا؟ والسين تساوي سالب 3، اكيد ندخل السالب يا نور، ندخل السالب تمام؟ يعني المهم نحن في الاخير ندخل السالب. طيب يلا خلينا نشوف هنا، طبعا اللي هي القيمه المطلقه، الان الفكره الاخرى او الملاحظه هذه اللي هي القيمه المطلقه، لما يكون مثلا تساوي ميم، حيث ان الميم موجبا لربما حتى يعني زائد الصفر، يعني على الحقيقه زائد الصفر، معي زائد الصفر ممكن، فان السين راح يساوي ايش؟ راح يساوي موجب وسالب الميم، موجب وسالب الميم، موجب وسالب الميم. يعني شوف مثلا هنا، شوف هنا مطلق س يساوي 4، مطلق س يساوي 4، ركز مطلق س يساوي 4، وعليه فإن س تساوي 4 أو س تساوي سالب 4. ليش استهد كذا يا أخي؟ ليش؟ ليش هاي الحلين؟ ليش هذا؟ طبعا الكلام أنت أخذته سابقا في صف الحادي عشر، وقلت شو؟ وقلت إنه هنالك عددين أقدر أحطهم داخل المطلق يطلع الجواب 4،
لو خلينا 4 يطلع 4، لو خلينا سالب 4 بعده يطلع 4. إذا هنالك حلين. طيب راح نشوف الآن المبدع. المبدع هذه المرة مبدع عمر. أيوة يا عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام عمر. هني عندنا مطلق يساوي 3، إذا المداخل المطلق إما يكون سالب أو موجب. ركزوا على كلام عمر، ما قال لك السين، لا قال لك ما بداخل مطلق. شو نشوف داخل مطلق؟ وش تشوف أنت يا عمر داخل مطلق؟ سين زائد 2. أيوة السين زائد 2. فالسين زائد 2 اللي هو داخل مطلق إما أنه يساوي 3 أو أنه يساوي شو؟ سالب 3. إذا يبقى بعد ذلك عندنا عملية جبرية بسيطة جدا. هنا راح نحول الاثنين إلى الجهة الأخرى بتغيير الإشارة، يكون السين كم قيمته؟ 1. بينما هنا راح ننقل السين للجهة الأخرى بإشارة مختلفة، يكون عندها السين تساوي سالب 5. إذا عندي حلين، الواحد وسالب 5. شكرا لك، متميز مبدع. بسيطة هذه، بسيطة السهل، هذه سهلة. نعم هذه الشيء الثاني. المطلق خلصنا وأخذنا أصعب ما فيه في الصف الثاني عشر. أصعب ما في المطلق أخذنا، خلصنا. لا ما يحتاج، ما في مجموعة حل، يعني ما يهمني مجموعة الحل يا مروة، ما تهمني في الثاني عشر حاليا، هنا ما مهمة بالنسبة لي. أنا بس أريد أعيد تعريف درس مطلق وكذا، في أهداف أخرى، أهم شيء عادلة تعريف درس مطلق. نشوف هنا دالة صحيح، خليك مركز معي. ها دالة الصحيح خطواتها راقية، وانت أخذتها في الصف الحادي عشر. راح ناخذها مع بعض بطريقة أكثر جمالية، بطريقة أكثر سهولة، بطريقة أكثر حلاوة، طريقة جدا حلوة. خليك مركز معي ومصحصح في هذه الطريقة. خطوات إعادة تعريف دالة الصحيح للصورة ألف سي زائد الباء. أولا نوجد قيمة الصفر الصحيح. الصفر الصحيح ما غريب علي، أول مرة سمعوا هذا، أول مرة تسمعوا أنتم، ما جالكم قبل سمعتوا هاي المصطلح؟ وين سمعتوا؟ في وين؟ ايوه في صفر، لا انا ما اقصد كذا، انا اقصد صفر المطلق. عشان ويش؟ عشان تنتبه انه شيء عندك صفر مطلق، صفر صحيح، بتاخذ بعد صفر الجذر، صفر المقام، في صفر 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 وايد. في نفس الفكره، في معلومه جديده اللي هي اللام طول فتره الصحيح. نرسم خط نفس الفكرة ونضع فيه اللي هو الصفر الصحيح بقفزات ثابتة، هي عبارة عن طول الصحيح. ثم بعد ذلك نحسب قيمة داخل الصحيح من خلال التعويض. هنا بعض الملاحظات الحلوة الرائعة كروعتكم، يقول لك هنا إذا كانت الألف معامل سي موجب تكون دالة متزايدة ونضع دائرة مغلقة. وايد كلام. خلنا نطبق. شوف التطبيق سهل جدا. وانت احكم. بناخذه بطريقة أسهل من الحادي عشر، تأكد من ذلك. شوف هنا، أولا نطلع حاجة اسمها صفر صحيح، إن شاء الله بعد ما نخلص الصحيح هو آخر موضوع. زين يا طالب العزيز، حاولوا قدر الإمكان أنكم تكتبوا أسماءكم حتى أستطيع أني أنطق الاسم بالشكل الصحيح. أول حاجة نجيب صفر الصحيح. صفر الصحيح يعني أني أضع ما بداخل الصحيح يساوي صفر، وأحل هذه المسألة. لما أجي أحلها أنقل الواحد للجهة الأخرى بإشارة سالبة، أحلها حل عادي، يعني دالة عادية. وعلى فكرة الصحيح دائما من الدرجة الأولى، إن شاء الله يا أيام، إن شاء الله أرفع صوتي. إذن ثم بعد ذلك أقوم بماذا؟ أقوم بنقل السالب واحد إلى الجهة الأخرى مع تغيير الإشارة، والآن راح أضرب الجميع أو الطرفين ضرب الاثنين، يكون الناتج عندها سين تساوي سالب 2. هذا نسمي نحن
صفر المطلق، وإن هي إلا أسماء أو إن هي إلا أسماء سميتموها. طيب هذا الصفر الصحيح، محتاجين حاجة اللي هي ماذا اسمها طول الفترة، ونرمز لها بالرمز لام. طول الفترة، طول الفترة هي قال لك ويش؟ قال لك ركز، بنجيبها بالطريقة الصعبة. أنا أحب أبدأ بالصعب بيعطيك السهل. شوف هلا بالطريقة الصعبة، الطريقة الصعبة تجيها من خلال كذا، واحد على مطلق معامل سي ويساوي، ثم بعدين تقول هنا واحد على مطلق معامل السين عندك كام؟ ايوه نص، ابطال نص، تكتب نص. طبعا مطلق النص هو نص، ومقام المقام في الباص، وهذا الكلام شفناه سابقا لربما، فيعطيني اثنين. هذه الطريقه الصعبه. الطريقه السهله ترى ما يبالها فلسفه، ما يبالها فهلوه. اذا نص اثنين، اذا ربع اربعه، اذا خمس خمسه، اذا سدس سته. بس صحيح. طيب الان لو كان زين السبب، لو كان اثنين، لو كان اثنين نص، لو ثلاثه ثلث، وهكذا. واضح؟ طيب الموجب والسالب ما يهم، ما يفرق عني، لان في الاخير مطلق. ما واضح؟ ايوه نعم، قالت مقام، مقام بسوق البسط. اذا ولو كان موجب ولا سالب في الاخير ترى موجب، لان انت تتكلم عن طول، طول فتره. ثم بعد ذلك نرسم خط الاعداد. ركز على خط الاعداد يا حبيبي، ركز ركز. لها لها يعني اسمه شروط. هذا خط الاعداد له اشتراطات كذا يتشرط، فبالتالي لابد ان تلبي له رغبات هداره الصحيح، ونحن نقولها ان شاء الله. اي والله، اول حاجه تجيب حاجه اسمها صفر الصحيح وجبناه، وصفر وطول فتره وجبناه. صفر الصحيح تضعه هنا، صفر الصحيح تضعه صفر الصحيح في اي مكان هنا مثلا. بعد ذلك في كل مره تزيد طول فتره، تقفز طول فتره. صفر صحيح اثنين سالب اثنين، بعدين تزيد اثنين، بعدين تزيد اثنين، بعدين تزيد اثنين، او انك تتجه الى اليسار تنقص اثنين، تنقص اثنين، وهكذا هلم جره. واضح هذا؟ هذا واضح؟ لا، قبل الخطوه التاليه لابد ان يكون هذا واضحا. واضح؟ طيب شوية زين، حلو. إذا واضح. مرة ثانية أعيد. أول حاجة لاحظ إنه عندك أنت هنا، لاحظ عندك هنا شوية بنصغر الشات عشان بس يتضح عندي الرؤية جيدة. زين، أولا أنت عندك هنا لا تنسى إنه الصفر صحيح سالب اثنين، لأجل ذلك نضع صفر صحيح سالب اثنين. ها صفر صحيح. بعدين طول الفترة اللي هي القفزات، القفزات في كل مرة تقفز اثنين، يعني تزيد اثنين، زيد اثنين، زيد اثنين، إذا كذا زيد اثنين، تنقص اثنين، تنقص اثنين. واضح؟ فنبدأ في الصفر الصحيح وهكذا. خلصنا إعادة اللي هو كتابة خط الأعداد. الآن لاحظ ويش؟ لاحظ التالي. ركز، استخدمنا صفر صحيح وطول فترة. الآن لاحظ أن معامل السين موجب. إذا الموجة تتجه بالاتجاه الموجب أو القفزة. شوف لاحظ مثل الموج، تنطلق موجات كذا تتجه الى ويش؟ الى الموجب لا نهائي. ليش الموجب بالذات؟ لانه معامل السين موجب. ايوه يعني معامل السين سالب اروح ذا الصوب. ايوه روح ذا الصوب، صح. اذا كذا تروح ذا الاتجاه. وضحت الصوره؟ مره ثانيه. اذا معامل السين موجب، إذا أروح للموجب. معامل السين سالب، أروح للسالب. أروح للسالب. الآن معامل السين موجب. طيب نكمل. طبعا معناته هذا ويش؟ معناته أن تبدأ من سالب 6 إلى قريب من سالب 4، هذه مثلا للفترة من سالب 2 تأخذها إلى قريب من الصفر وكذا. هذا اللي يعني، يعني أساس بس تعرف وتربط هذا الكلام بس باللي أخذته في الحادي عشر. أريد أربط لك يعني. بعدين تعوض بأي قيمة تشاء، أي رقم، أي رقم. نجيب لك مثلا هنا وأعوض مثلا ب مثلا
وين بالاخضر هذا؟ سالب 2، مثلا سالب 2. سالب 2 عوضنا، سالب 2 ضرب نص سالب 1، سالب 1 زائد 1 صفر. صفر اذا صحيح وصفر. وين نكتبه؟ مع الموج. موج تسحبك للجهه اليمين، كيف تروح على اليسار؟ مع الموج. يلا نجرب مثلا نعوض بالاثنين. بالاثنين مثلا 2 ضرب نص، تعوض في الصحيح انت هني تعوضه. 2 ضرب نص 1، 1 زائد 1 2، اذا وايش؟ تكتب 2. وين تكتبه هنا؟ لا مع الموج، انت تعوض بالاثنين صح؟ مع الموج، هذا الموج سحبه كذا. اصلا ببساطه انت اول ما تمسك رقم 1 2 3 4 وهني تنقص وهكذا. خلصنا إعارة تعريف دالة المطلق ودالة الصحيح. على فكرة يا شباب، يعني البعض بيقول ترى هذه لها أساسيات هناك بعدين بنغرق. لا 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 لا، من قال لك؟ من قال لك؟ من قال لك ذا الكلام؟ ذيل الأساسيات هي الأصعب. هذا الآن بتشوفه أنت هو ذا الأصعب. أيوة لازم نكتب في بعض الجزئيات، في بعض الأسئلة. يعني انت الان افهم ذي القضيه، يعني في بعض الاسئله لازم تكتب ذي الاشياء، وانا بخبرك متى لازم ومتى ما لازم تكتب ذا التعريف. يعني هذا لها ابواب. نعيد التوضيح اللي كتبناه باللون الوردي، نعيده. كيف كتبنا؟ كيف جبنا؟ نعوض بالصفر، نعوض بالصفر، صفر نعوض. وين نعوض؟ في الصحيح اكيد، عندي صحيح، هذا الصحيح، شوف هذا الصحيح عندي ان شاء الله يا وجد نجاوب على هذا السؤال. صفر في نص صفر زائد واحد واحد، وين نكتبه؟ يمين، يمين مع الموجه وهكذا. مثلا سالب 4 نعوض، سالب 4 ضرب نص سالب 2، سالب 2 زائد سالب 1، سالب 1 مع الموجه وهكذا. شوف هنا، شوف هنا سؤال اخر، سؤال اخر بنفس الفكره بنفس الاليه. لا لا ما مهم علي، بالنسبه لي الرسم ما مهم، ما مهم الرسم، ما بغى نرسم. لو باغي نرسم بنرسم، لكن في الثاني عشر ما نحتاج نرسم، تمام؟ ما نبغى نرسم. الآن خلينا نشوف هنا. نجيب ويش؟ نجيب حاجة اسمها قلنا صفر الصحيح. صفر الصحيح. ونجيب حاجة اسمها طول الفترة. شغلتين قبل لا تبدأ الشغل. لازم تجيب هذا المفهومين. نجيب هنا صفر الصحيح، قلنا صفر الصحيح 2 ناقص النص الثلث السين تساوي الصفر. وبعد ذلك لا مريم ماشي رسم، رسم الدوال واللي وضحت لكم اياهن، دالة يعني دالة خطية بسيطة، يعني دالة تربيعية صاد يساوي سين تربيع، دالة تكعيبية مثل صاد يساوي سين تكعيب بس. يعني هذا لا، وهذا لو يعني العام الماضي محذوفات، العام الماضي محذوفات، لان هذا يجي في المساحات والحجوم في وحده التكامل بس. زين هنا وهنا طبعا عندي ننقل هذه، ننقل هذه، راح يكون عندي الثلث سين يساوي الاثنين ومنه السين تساوي الستة، وذلك من خلال ضرب الطرفين ضرب ثلاثة للتخلص من معامل السين، يطلع السين يساوي ستة طول الفترة. الآن ببساطة هي عبارة عن ماذا؟ ثلث، وريح راسك، ثلث ثلاثة. واضح هذا؟ بالنسبة للثاني عشر، الثاني عشر يعني اللي وصلنا المؤكد انه راح يكون على شاكلة العام الماضي، مو الثاني عشر الجميع. الدراسة، طريقة الدراسة، ما اتكلم عن المنهج، ما اتكلم عن الحذف، انتبه، اتكلم عن طريقة الدراسة، سالفة اسبوع باسبوع وكذا، وهذا كله نفسه معي؟ وش محذوف وش ما محذوف؟ يعني ما واضح. نعم هو هذا النظام فعلا. ما اتكلم عن كذا، انا اتكلم عن اسمه شيء اخر. هل هو فصل فصلين، شيء محذوف ما شيء محذوف؟ ما اتكلم عنه. معي؟ والوضع ليس بكورونا، ليس بسبب كورونا، يعني في وضع اخر. وهي مع كورونا مع ذاك الوضع تولفت، فبالتالي كذي. طيب
الحين واضح هاي الثلاثة؟ لا شباب واضح الثلاثة، جبت بسرعة. ها واضح هذا شباب؟ ثلاثة واضح؟ لا ثلث ثلاثة، ربع أربعة، خمس خمسة، طبعا هني سالب ما. طيب الآن نضع على خط العدد كذا، لا لا دائما موجب لأن طول فترة، طول فترة دائما موجب لأن بالمطلق، بالمطلق بالمطلق. هنا طبعا كذا نضع هذا الصفر، طبعا صفر الصحيح ستة ستة، وكل مرة نزيله كم؟ شوف ركز ركز، ستة ها ستة، كل مرة نزيله ثلاثة، يلا زيد ثلاثة زيد ثلاثة، طبعا يعني لاحقا بتعرف متى نوقف. ثلاثة عندنا 15، هني راح نوقع نستمر ثلاثة صفر يسد يسد، يعني في الحادي عشر كانت هنالك فترة، هني ما محتاجين فترة، في الثاني عشر راح نحتاج إلى شيء آخر اللي هي النهاية والله شيء كذا، بخبرك على كل حال لاحقا. زين طبعا لاحظ إنه عندي هنا الموجة الروح تمام تمام كذا، كيف ما تمام؟ قبل شوي هاو اشوف نفسه شبابه نفسه ها نفسه، ليش ليش عكس ليش؟ ايوه ليش؟ لانه معامل السين سالب، ايوه هنا هنا سالب غير غير، هنا معامل السين سالب استاذ ركز، اذا ما تروح كذا، روح للاتجاه السالب، احسنتم فعلا، اذا نروح للاتجاه السالب كذا، نروح للاتجاه السالب، ليش؟ لأن معامل السين سالب، يعني بسيط العملية جدا سهلة جدا سهلة، محتاج شوية تركيز فقط لا غير، وأسهل من الحادي عشر، أسهل من الحادي عشر، صوب ويش الموجة تروح صوب الإشارة، واضح؟ طيب الحين بنعوض، يلا خلينا نعوض، نعوض مثلا بأي رقم على كيفك ابتدوا، امسك لك أي رقم. طبعا البعض الكثيرين يفضلوا يعوضوا بستة، الكثيرين لأنه هو الصفر، لكن احنا أنا يعني بداية عشوائية كذا، نعوض بال 12. نعوض بال 12، يطلع 12 يطلع كم سالب 2؟ 12 على 3 فيها السالب 4، 2 ناقص الأربعة فيها كم؟ فيها السالب 2، يلا السالب 2 تمام كذا؟ 12 عوض بس 12 طلع سالب 2، حلو الكلام؟ كله ما أسوي شيء صح؟ في خطأ بعد؟ مروة ركزي مروة مروة ركزي، ما هنا تكتب، ما هنا تكتب، ما هنا ما هنا ما هنا، أنا عوضت بال 12 صح؟ عوضت بال 12، الموجة تشن للصوب ويش؟ اليسار، فكيف أنت رايح هناك يمين؟ عكس الموجة ما يصير، الموجة تخليني هناك المرة أزيد، وجرب تعوض وشوف، وهنا العكس الموجة تنقص لأنه عكس ومع، عكس ومع، عكس ومع الموجة، وضحت الصورة؟ كيف نكتب سالب 2؟ سالب 2 سالب 2 نبدأ في سالب 2 نعوض، ترى نعوض نحن نعوض، طلعت عندنا سالب 2 سالب 2، بعدين في كل مرة نزيد، كل مرة نزيد 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 1، يعني سالب 2 زائد 1 بعدين زائد 1 بعدين زائد 1 بعدين زائد 1 زائد 1 زائد زين. زين يا رقية، نحن فقط لغير هاي التمرين حل. يعني حتى يعني لأنه أساس بس الوقت، هذا حالكم هذا حالكم هذا حالكم، بنخلي نفس الصفحة بيض وبيض الصفحات، خلوهم بيضة كذا أساس إنه ما نعيد تصحيح يعني صفحات تم تصحيحها سابقا من السؤال السابق، فشوفونا صفحات بيضة جديدة ها
نحاول يا مريم، نحاول، نحن نحاول أن نصحح جميع الحلول، نحاول. لا ما آخر مثال، في فكرة بسيطة لازم نحن نستعرضها إن شاء الله، ما يعني ما محتاجة وقت، 10 دقائق وننتهي منها ونخلص الصحيح والمطلق. لكن خلصونا من هذا، بنصحح فقط لا غير 4 طلاب هذه المرة على أساس بس الوقت. فحاولوا قدر الإمكان أنكم تحلوا بسرعة. هذا الرابط يا شباب، ابدعوا في الصحيح، ابدعوا في الصحيح، اذا انطلقت انطلاقه صحيحه في الصحيح بترتاح وايد. تعرف تعرف ليش؟ يعني الصحيح، شوف في درس كامل متعلق بالصحيح، يعني اقل عدد حصص ياخذها المعلمين في هذا الدرس في النهايات 2 أيام، 3 أيام ياخذ الصحيح، 3 أيام عادي، البعض يكثر عادي. هذا الصحيح في النهايات، في عندك صحيح في الاشتقاق ايضا، في عندك الصحيح في التكامل، الصحيح في التكامل يعني تاخذه في 3 أيام كذا، 3 أيام صحيح في التكامل، يعني الصحيح بيمر عليك وايد وايد صحيح صحيح. فانت لو تشتغل على الصحيح وتفهمه يعني راح تختصر وايد وقت عندك. اتوقع ان الطلاب خلصوا الحل هنا، ايوه كذا كذا جميل. يا قلنا احمد الكعبي، احمد الكعبي رائع، كذا جميل يا احمد الكعبي، بطل يا احمد، ما نعرف من هذا. هني عندنا سين تساوي 2، واحد سين تساوي 1 توقعني، وايش 3، لا 1 ان شاء الله يا حمد، اكيد راح نعيد باذن الله، باذن الله راح نعيد. يلا هنا ايوه مجهوله، يلا جبت الصفر بالشكل الصحيح، يلا كملي طول فتره 2، نعم يلا خلاص. إذن رايحين، إذن رايحين نشوفوا هنا الحل بسرعة عشان بس الوقت، عشان الوقت يا شباب، عذرا عشان الوقت. أولا طول فترة، طول فترة ثم صفر صحيح. طبعا طول فترة لام، لاحظ يا شباب، ركز 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 معي عشان ما اعيد، ها معامل السين ما تقول سالب واحد، الله يخليك، نحن تكلمنا عن الاثنين في المقام، الاثنين تتوزع هنا تتوزع هنا، تكلمنا عن هذه القضيه. اذا معامل السين كم؟ نص. معامل السين او عفوا سالب نص، ولكن هي نعتبرها النص، فبالتالي 2 طول فتره 2. صفر الصحيح يعني 1 - السين على 2 يساوي 0، تضرب الطرفين في الوسطين فتجد ان 1 - السين، 1 - السين يساوي 0، ثم بعد ذلك تحل هذه المسألة فتجد ان السين تساوي 1. وجدت الطول فترة، وجدت الصفر الصحيح، تضع خط الاعداد هكذا. اللي ما فهم قبل رجاء ركز، ركز معي ركز، لازم تفهم، لازم تروح المدرسة وانت فاهم ذي القضية، لازم لازم ركز، الله يخليك. اذا هنا راح نقول طول فتره صفر صحيح، صفر صحيح، نبدا من الصفر صح، نبدا من الصفر، من الواحد نبدا، من الواحد في كل مره نقفز 2، مهين 2 على كيفك السال، لا ما على كيفي، طول فتره، طول القفزه، طول القفزه 3، بعدين نقفز 5، بعدين نقفز 7، يسدك لحد هنا، اقفز سالب 1 لليسار. طبعا معامل السين سالب، معامل السين سالب، إذا القفزة لاتجاه السالب للموجة، أو الموجة تروح للسالب إن شاء الله. نعيد مرة ثانية، طول فترة، طول فترة، أولا طول الفترة، ركز معي، طول فترة، طول فترة هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن معامل السين على 2، لاحظ 1 - 2، 1 على 2، هذا إذا طول فترة كم؟ 2، لأن هذا نص،
فبالتالي طول الفترة 2 مثل ما تكلمنا، نص 2 ثلث 3 ربع، هي نظير الضربي بس بالمطلق، مطلق النظير الضربي. طيب صفر معامل السين، الصفر عفوا، الصفر الصحيح، صفر الصحيح، الصحيح خليه يساوي صفر. حل مسألة، تحلها كيف؟ تحل هذه، تضرب الطرفين في الوسطين أو تضرب مقدارين في 2. لما تضرب الطرفين في 2 راح تجد أنه 1 ناقص السين يساوي صفر، بعدين تنقل السين للجهة الأخرى، يكون عندك السين الموجبة تساوي الواحد الموجبة، لأنك نقلت السين السالبة. وضحت هذه صح؟ وبعد ذلك نضع الواحد ثم نزيد وننقص مقدار 2. الآن نعوض، لاحظ نفس الكيفية، لا جديد، لا جديد أبدا. نعوض مثلا، أيوة مثلا نجيب بس نعوض بالواحد، نعوض بالواحد، واحد يعطيني صفر، وين نعوضه هنا؟ من قال لك صفر عفوا الناتج نعوضه مع الموج، مع الموجة. جبت وحدة يسدك وهكذا إلى اليمين، ليش؟ لأنه مع الموجة. إلى اليسار العكس وهكذا. أتوقع العملية صارت جدا جدا واضحة، جدا جدا واضحة، كذي الأصل. راجع مع نفسك كذي، جلس مع نفسك كذي مع كوب شاي وكذي، جو حلو، الجو حلو مال الشاي، جو حلو مال الشاي، جو حلو مال الشاي شباب. يلا نقطة أخيرة أحب أن أوضحها على عجالة، نقطة أخيرة أحب أوضحها لأنها يعني سريعة، طبعا هي بسيطة ما فيها شيء. أخذنا إحنا اللي هي دالة الصحيح، عفوا دالة المطلق ومطلق العدد. الحين أخذنا قبل شوية دالة الصحيح وطريقة تعريفه، الحين مطلق العدد، عفوا صحيح العدد، صحيح العدد. الله يحفظك يا علي، الله يحفظك. طيب مثل هذا، يعني الصحيح يساوي رقم، قيمة السين كم؟ معادلة، صحيح يساوي رقم، قيمة السين كم؟ ببساطة السين أكبر من أو يساوي الأربعة وأصغر تماما من الخمسة. يعني السين محصورة بين الأربعة والخمسة، وده الكلام أنت ماخذنه وين؟ في صف الحادي عشر. معناته إيش؟ أي عدد تعوضه داخل الانتجرال هذا، أي عدد انتجرال إذا عوضت بأربعة يطلع أربعة، أربعة فاصل واحد أربعة، خمسة فاصل عفوا أربعة فاصل تسعة أربعة، كله أربعة. للأسف ما تكلمت عن اللي هو الانتجر ك ك كفاليو، يعني استعجلنا ودخلنا في اللي هو من جمالية الحقيقة الموضوع يعني. على كل حال فبالتالي هو محصور بين أربعة والخمسة، واضح هذا؟ أجيب لك أمثلة كذي سريعة، أمثلة سريعة، شوف أمثلة سريعة، شوف شوف. صحيح السين يساوي 2، السين 2 3، صحيح السين يساوي سالب، أو خلي موجب، خلي بالموجب بعد ما يدخل السالب، صحيح السين يساوي 5 و 8، يعني من الثمانية بس إني شيء مساوي إني ماشي. ها صعبة دي؟ صحيح السين يساوي 9، 9 و10. زين طيب لو كان سالب، شوف سالب، صحيح السين يساوي سالب 3، عادي سالب 3 وسالب 2، لا لا سالب 3 وسالب 2، ها سالب 3 وسالب 2 محصور بين سالب 3 وسالب 2. صحيح سين يساوي سالب 2، سالب 2 وسالب 1، والمساواة دائما هنا. شوف ركز، ايوه هو ذا القانون، احسنت يا علي، اللي كتبته انا في البداية. ها شوف هو ذا القانون اللي جالس اطبقه انا، الامثلة الزحمة هذه اللي سويتها، هذا القانون ماله. صحيح الميم بين الميم بين الميم زائد 1، زين. طيب خلينا نشوف هنا المبدع، المبدع ريان، ريان اتوقع شاركتنا ابدا، ريان ايوه ريان،
طيب آلاء توبية، الدكتورة آلاء. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام دكتورة، حياك الله. يلا بسم الله. إذا لابد، سين ناقص ثلاثة يساوي أيوة سبعة. السين ناقص الثلاثة محصور بين كم وكم؟ ها؟ أكبر من أو يساوي السين اللي هو كم؟ لا لا، هي كم عندي؟ سبعة. سبعة سبعة. سبعة وهني كم؟ سين لا، بين السبعة وكم؟ بين عددين، سبعة واللي وثمانية. بعده والثمانية. ركزنا؟ شوف، لاحظة لاحظة، ما بداخل الصحيح، ما بداخل الصحيح محصور بين السبعة والثمانية. أحسنت يا آلاء. زين طيب آلاء، هذا السين ناقص الثلاثة، أنا أريد السين بس. شو نقول أسوي له؟ شو سين أسوي؟ ناقص سين ناقص ناقص الثلاثة، شو أضيف له؟ شو أضيف له عشان تختفي الثلاثة؟ نقول ثلاثة أيوه نروح زينة ثلاثة. ثمانية وسبعة زينة إشارة ثلاثة. ثلاثة. لا ما هي عمليه، قصدك تنقلي للطرفين. حلو حلو، أيوة لا بس لا بس، او بعباره اخرى بدل سالفه النقل للطرفين، يا الاء نحن نضيف لي الثلاثه عشان تتخلص منها وتخلصي منها، ونضيف لي الثلاثه ونضيف لي الثلاثه، كذي نفس الشيء، نفس الفكره اللي قالت في الدكتوره، نفس الفكره. اذا راح نقول هنا ويش؟ ايوه الاء، سين سين أكبر من أو يساوي كم؟ عشرة 10. وهني 11. 11. شكرا لك، متميزة متميزة، بارك الله فيك. طبعا كفترة خليها مغلقة هني ومفتوحة هنا. مراي ما فهمتك أستاذ، لو حلينا قبل عادي؟ ما فهمت. طيب هني عندي سالب، هني سالب، محتاج طالب بطل، محتاج سلطان الحبسي. كلكم أبطال، كلكم أبطال. السلام عليكم استاذي. وعليكم السلام سلطان، حياك الله. يا حياك سهلا. سلطان درسنا في الحادي عشر شوية. يلا تفضل. واصلة. والسلام. يلا نعم. تفضل نخلي سلطان. اثنين ناقص سين اثنين أكبر أو ناقص السين يساوي سبعة. ايوه أكبر محصور بين السبعة وكم؟ والثمانية. والثمانية. نعم الآن كيف أتخلص من الاثنين يا سلطان؟ مركز. من خلال الطرح في اثنين. ايوه راح نطرح ناقص اثنين للتخلص من الاثنين. نعم راح نطرح ناقص اثنين، راح نطرح ناقص اثنين، راح يكون عندي هنا الباقي بالنسبة لي يا سلطان سالب سين سالب سين، وهنا أكبر أو تساوي الخمسة خمسة، وهنا وأصغر من الستة. الستة. الحين مشكلة عندي سلطان، السالب مو أسوي بها؟ السالب نقسمها أو نقسمها في سالب نقسمها في سالب، يقتضي ويش هذا الجريمة اللي سويناها الآن؟ تغيير اتجاه اللي يا هنها سلام يا الإشارة. سلام، سلمت يعني يداك وعقلك وذهنك وشفاك. ما تقصد فنضرب هني، نضرب هني ضرب سالب واحد، وننتبه ننتبه هنا لما نضرب ضرب سالب، يعني معناته نغير جميع الاشارات، كذاك المقصود بالسالب، يعني كذا المقصود بالسالب، تضرب ضرب جميع. فلما تضرب ضرب سالب او تقسم تقسيم سالب او تغير اشارات الجميع، شو تسوي معناته؟ معناته تقلب اشاره المتباينه. ليش استاذ مستوى كيف؟ هذا لها تبريرها وراح نبرر لك اياها، بغض النظر عن التبرير، هذا طريقه الحل. اذا الحل من سالب 6 الى سالب 5، قلبنا الاشارات كلها وغيرنا الاشارات كلها وغيرنا المتباينه، إذا راح نقول من سالب 6 مفتوحة إلى إلى سالب 5 سالب خمسة مغلقة مغلقة لأن فيها مساواة. شكرا لك، لها تبريرة راح نبرر لك. حتى لو عن بعد بندرس ونفهم شطار ونتعلم بسرعة احنا نتأقلم، حتى لو عن بعد